اتفضل. دول كفته، عندك الكلاوي وعندك القلوب. ما عنديش كفته هنا. لا فيه زي ما قال لك، ما فيش في المشكل. جوه المشكل؟ اه في المشكل. اه لقيت في المشكل. اه في المشكل. ممكن بس ربيع يجيب لي كفر بعد اذنك؟ هات لي كوفير يا محمد. كوفير يا محمد. استمتعي زي ما انت عايز الكوفير. والطماطم زي ما انت، شويه سلطه وبعد شويه في الحار وتدلعي الدنيا وميه وتلمي والجرجير. كوفير تعالى يا حسني، هنعمل اول حاجه الكفته. اجيب لحمه مفرومه، لحمه مفرومه، احط لها تفل بصلايه، تفل معصوره، معصوره تفل، بناكد شويه ملح، شويه فلفل، شويه بهار لحمه يا حسني، وعشان يا لميس ندلع حسني شويه جوزة الطيب. تمام؟ تمام. واروح جايه مسمى غير اهو. اه نفسي. وادي مقادير الكفته هتنزل قدامك اهي. صوريها واكتبيها. لان دي مهمه جدا. مطعمينها بلحمه ضاني. سمغ سمغ، بص عامله ازاي؟ تتكلم عربي. بتقول ايه؟ بتقول هم. اعملي ديبنج في الطحينه او في السلطه الخضراء، مش شويه ويسكي حلال. ديبنج ايه؟ هي محتاجه ديبنج؟ اهو عندك، الله ينور عليك. تتبيله رائعه. بيقول لي بيرة. اه. مش كاس العزاء. اه بس نار يا شيف. مشطشط. مشطشط. يا مزاجك. الله. بعد ما سمخت اللحمه بتاع الكفته دي، ايه رايك؟ حلو قوي. اهم حاجه طعميها بلية. حتتين ليا كده او حتتين لحمه ضاني تكون فيها فات وتفرميها معاها. والمشكل كل حاجه عندك فيها. احط ديت في الثلاجه يا لميس الكفته تسمغ نص ساعه قبل ما اشكلها. هي لميس هحط الكفته. ده تايه، دي تايه شبه بعض، ما كلهم بيبقوا لون واحد. دي فشه. طب كلي ممكن تاكلي يا لميس لو سمعتي، ما تسمعيش كلام حد يا لميس لو سمعتي. ما تسمعيش كلامهم. انا عايزه كبده اهي. لقيت. طيب ما تسمعيش كلامهم يا حبيبتي. حاضر. اه سمي وكلي بالظبط كده. بسم الله. ايه رايك؟ تحفه. وايه رايك في التتبيله؟ حكايه يا شيف، والله كله حلو قوي. فين الطحين؟ اهو عندك الطحين وعندك السلطه الخضراء وعندك الجرجير. عصير الليمون كده، عصير الليمون على الجرجير، وعندك بتنجان. عصير الليمون كده اهو. شوية جرجير عليه ليمون ودلعي. ايوه هو ده. ايه رايك؟ خطير. انا ببقى سعيد جدا الابتسامه دي في وشك يا لميس. السعاده في عينيا. في عينيك بجد. يبقى كده الناس كلها تبقى سعيده يا لميس. تعالى يا لميس ندخل الكفته نص ساعه يا حسني في الثلاجه تسمخ. شفت الجزاره بتاعتنا؟ ضرب نار. بص ضرب نار. بصي بقى جابت اما. بصي بقى احط الصينيه بقى اللي ايه هعمل فيها. احط معلقه زيت العربيات يا جمال. وايه بقى نعمل ايه؟ ليا. ايه رايك؟ كم بقى زياده الوزن في العيد؟ زياده لازم ايه ده احلى 100 مره من الزبده الطبيعي والله. ايوه يعني كم كيلو هيجيبوا؟ مش مضره الحاجات الاصليه دي، مش مضره. خلاص يا جماعه احنا نفطر الصبح بالفته وننزل نتمرن بالليل. احرقي، ما اللي بيخرج ده بيحرق. اللي بيخرج بيحرق يا لميس. بص يا لميس اهو عندك اللية دي مهمه جدا. لية الخروف. لية الخروف. اه. فاهم ازاي؟ وخد بالك، خدي بالك ديت افيد 100 مره من اي زبده طبيعي. ومش مضره خالص. ده حاجه حيوانيه. حطيت عليها زيت يا شيف؟ نعم. حطيت شويه زيت؟ عشان ما تحرقش. اه. عشان هي ما تحرقش. وهي بس. بقى بتدوب مع التقليب؟ خلاص هتدوب معاكي. بص هنا عندي اهو. عندي الكلاوي اول حاجه، الاولويه تستوي. فاهمة ازاي؟ وبعد كده الكبد، وعندي كمان المخاصي، ومتفقين مع بعض ان انا سالق الفشه وسالق كمان لحمه الراس والطحال كله مع بعض. تعالى بقى كده اهو. هنبدا بايه بقى؟ اهو
ده ايه يا شيخ؟ القلوب. بتبدا بالقلوب؟ القلوب عند بعضها لبيس. القلوب عند بعضها. عشان النقطة المهمة بقى في حلاوة دي يا لميس، هتسوي كل حاجة وتعمليها كورنر كورنر كورنر. الله يا مزاجك، عشان كده أنت عامل صينية كبيرة. والعيال بقى حطي بقى على جيرانك وحبايبك وقرايبك. وعلشان كده ما تتلسعش بقى، أنت حاطط زيت؟ عشان ما تتحرقش. ما تتحرقش، عشان ليه ما تتحرقش بس. ما تخليهاش مباشرة يعني من النار. يا دلعو. بمزاج كده ورقان وريحة بيتك يا لبيس. عايزين حاجات بتطير يا شيف. يا ريحة بيتك. يا ريحة بيتك. يا ريحة بيتك. ما حطيناش حاجة يا حسن، البهارات ولا أي حاجة لسه خالص. لسه. الكلاوي بعد القلوب. أدي الكلاوي هي بعد القلوب. الله، عودي نفسك. انت كلت ايه دلوقتي؟ جرجير حامي. اعصري الليمونه بقى عليها بقى. الجرجير؟ يا جمال. والليمون الله مع الجرجير. ولو جبت البيبي جرجير الصغير السبايسي ده، واو. هي قالت برج العقرب من الابراج الاكيله اللي مزاج في الاكل. انا ماليش في الاكل. مالكش في الاكل؟ لا ماليش في الاكل. لا ده سبق ده. عنوان ده منشط ده. اتفقنا ان احنا بشبع من ريحه الاكل. يعني انت شاطر جدا في الطبخ ومالكش في الاكل؟ ليه؟ لان انا بشبع من ريحه الاكل. انت فاهمه ازاي بشبع من ريحه الاكل؟ ما بهرجش والله. فاجئتني يا شيخ. ده حقيقه. ده حقيقه. الله، يعني دي حقيقه بشبع من ريحه الاكل اهو. واقعد واقعد. زي ما انت شايف. جاي كمان؟ ايه؟ هو بقى يا نهار ابيض. احنا الواجب، بصي الواجب ناخد نسبه يا لبيس. يعني بعد الهوا نشوف موضوع نسبه الجزاره دي. ايوه.